ملك الأبراج برج الأسد. الأسد بقول لك أسبوعك يعني بدأ يعني شوي في دقة، ومن هلأ وبالرايح يعني الأمور ما رح تكون مريحة لإلك، لأنه بلشت الكواكب تنتقل إلى برج السرطان، فالشي بده يتعبك. وأكيد ب 23 الشهر ب 22 الشهر عفوا الشمس تدخل لبرج السرطان. ولكن نهار التنين ونهار التلاتة للأربعة المساء في اهتمامات بعائلتك ببيتك، تجهيزات، بمصاريف لقلب البيت، تسديد ديون للبيت، مناسبات، في شوية شغلة بال تتعلق بأمور صحية، يعني مشغول بالكم لأحد من أفراد العائلة. ومن ناحية تانية في مثل مولود برج الأسد عندك بعض الشكوك من بعض المقربين، منك حاسس حالك مرتاح كتير. الأمور بتصير أصفى وأحلى الخميس والجمعة. الخميس والجمعة القمر ببرج القوس بيعطيك حقك، بيخليك عندك اندفاع وحماسة وجرأة، وبتشعر بالرغبة بالتواصل، والرومانسية بتكون طاغية، قصة حب جديدة، علاقات رائعة، بالدراسات بتبرعوا، بالعمل بتبرعوا يعني، وفي فرحة حلوة تتعلق بولد، نجاح لولد، رجوع لولد، خطوبات، يعني هول الأمور بتطالك. أما السبت والأحد في عمل كتير وضغط كتير وشغل كتير ومسؤوليات على عاتقك، وبتحس إنه بهيدا النهار بتتفاعل الأمور بالعمل، ويمكن طلق خبر، يمكن يكون عندك اجتماع مهم، يمكن مولود برج عندك مسألة عالقة لوراء بالعمل تتبشر فيها. وكمان في أمور صحية يشغل بالك عليها، يا أنت عندك صور، يا أنت بدك تبلش بنظام غذائي، يا عندك مثل بدك يكون في عندك بعض حل مسألة معينة مالية. بدنا نطول بيننا مولود برج الأسد، لأنه شوي هذا الأسبوع في إربكات، فكرمال هيك أهم يومين هن الخميس والجمعة، تحرك فيهم. شوفك على خير.